السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في بداية شروحات التصنيف الدولي للأمراض، المراجعة 11 ICD 11 بعد صدور هذه النسخة المحدثة من التصنيف الدولي للأمراض المعتمد من منظمة الصحة العالمية، وتطوير هذه التصنيفات في بداية العام الماضي 2019، النسخة المحدثة الجديدة. وستكون معنا في هذه الشروحات هذه النسخة المطورة والمحدثة لمواكبة ما يستجد من نشرات منظمة الصحة العالمية في تحديث وتصنيف الأمراض بالمستوى الدولي والعالمي. الجزء الأول، سنتحدث في هذه المحاضرة القصيرة عن التعريف والغرض والاستخدامات المتعددة لهذه التقنية وهي التصنيف الدولي للأمراض. محدثكم الدكتور عطا محمد القيسي، دكتوراه الصحة العامة والزمالة الملكية البريطانية في الأمراض المزمنة، وأستاذ الصحة العامة المساعد بالكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا بخان يونس. دعونا نبدأ محاضراتنا وشروحات هذا الجزء. الغرض والاستخدامات المتعددة لتقنية التصنيف الدولي للأمراض النسخة 11 المحدثة. يعتبر هذا التصنيف الدولي للأمراض والمشكلات الصحية ذات الصلة International Classifications of Diseases أداة، هو عبارة عن أداة لكي نسجل كل الحالات والعوامل التي تؤثر على الصحة العامة والإبلاغ عنها وتجميعها لدى منظمة الصحة العالمية. إذن هو عبارة عن سيستم موجود على الإنترنت بالشكل المعروف، إن شاء الله حندرسه مع بعض ونشوفه أونلاين، وهذا يعتبر البوابة لتسجيل كل الحالات المرضية وكل العوامل والظروف التي تؤثر على صحة الإنسان وربطها بمركزية مباشرة مع منظمة الصحة العالمية والإبلاغ عنها وتجميعها في باب واحد أو في موقع واحد حتى يتم الوصول إليها من جميع الأخصائيين عند الحاجة إليها. هذا التصنيف يحتوي على فئات مجزأة للأمراض على هيئة أبواب، والحالات الصحية كلها، والأسباب الخارجية للمرض أو الأسباب الخارجية أو أسباب الوفاة. الغرض من هذا التصنيف الدولي للأمراض هو أن نسمح كمختصين بتسجيل وتحليل وتفسير ومقارنة منهجية ممنهجة، يعني هي السماح إنه نسجل ونحلل ونفسر ونقارن بمنهجية للبيانات التي نجمعها هنا ما بين العوامل التي تؤثر على الصحة والإبلاغ عنها والأسباب المرضية والحالات الصحية، كل هذه نجمعها حتى نستطيع تحليل الوفيات والمرضى ونعرف إلى أي مدى شراسة هذه الأمراض والحالات وتأثيرها على الإنسان، التي طبعا هان بيتم تجميعها في بلدان يعني كل الكرة الأرضية تقريبا مشتركة في هذا الـ ICD. ليش؟ لأنه مربوط أونلاين مباشر مع منظمة الصحة العالمية، وأي حدا مخول بالوصول لهذا التصنيف ويضع فيه الحالات المرضية التي تكتشف يستطيع الإدخال لهذه البيانات. يستخدم التصنيف الدولي للأمراض حتى نستطيع ترجمة وتفسير والتحقق من تشخيص الأمراض والمشاكل الصحية الأخرى، وهي عبارة عن رموز أبجدية رقمية، رموز أبجدية رقمية كما سنرى في المحاضرة التالية أو التي ستليها، مما يسمح بتخزين هذه البيانات واسترجاعها وتحليلها في الأوقات التي نحتاج إليها.
أصبح التصنيف الدولي للأمراض تصنيف تشخيصي معياري دولي لجميع الأغراض الوبائية العامة والعديد من الأغراض الإدارية الصحية. يعني التصنيف الدولي للأمراض، هذه الأداة من منظمة الصحة العالمية، يعتبر تصنيف تشخيصي، يعني يعتمد عليه في تشخيص الأمراض ووصف الحالات لجميع الأغراض الوبائية العامة، يعني الأوبئة والأحداث التي تصيب الصحة في البلدان. أصبح هذا التصنيف الدولي للأمراض مرجع لها، وهناك أيضا العديد من أغراض الإدارة الصحية التي تختص بإدارة هذه البيانات، وتشمل هذه التحاليل الأوضاع الصحية العامة في كل مجموعات السكان حول العالم، ورصد أيضا حدوث وانتشار الأمراض في هذه البلدان المشتركة. ولا أعتقد لا يوجد بلد غير مشترك، كل البلدان حتى فلسطين مشتركة بالتصنيف الدولي للأمراض، وغيرها من المشاكل الصحية فيما يتعلق بأي متغيرات أخرى لها علاقة بأنماط الحياة، ولها علاقة بالأمراض المزمنة، ولها علاقة بالأمراض المعدية، وكل هذه التصنيفات مثل مثلا خصائص وظروف الأفراد المتضررين، الضعف المرضي وطريقة العدوى وتصنيف جهاز المناعة أيضا. وحتى في هذا التصنيف الحادي عشر، التصنيف الـ11 الجديد، أضافوا أيضا المصطلحات السلوكية النفسية ولم تكن في الإصدار العاشر الماضي. تصنيف الدولي للأمراض يتناسب أيضا مع دراسة الجوانب المالية أيضا للنظام الصحي، إذا هو نظام متكامل الآن، نظام إداري زي ما حكينا من الأغراض الإدارية الصحية السابقة. أضافوا لها الجوانب المالية للنظام الصحي والاقتصاد الصحي من التأمين الصحي وتوفير التطعيمات والصرف على المستشفيات وتطوير البنية التحتية الصحية في البلدان مثل الفواتير أو أيضا تخصيص الموارد البشرية أو الموارد الفنية أو الموارد التقنية أو الموارد المالية. الاستخدام المقصود يتم هنا التصميم بشكل تقني، وتم تصنيفهم تصنيف التصميم للأمراض حتى يلبي احتياجات مجموعة واسعة من حالات الاستخدام. يعني البرنامج الإلكتروني الذي يجمع البيانات وهو التصنيف الدولي 11 يستخدم ل يعني اوبن جيت زي ما بنقولوها، حتى نستطيع تسجيل الوفيات والمرضى. المرضى هي الظروف المرضية التي تمر بالمصابين، وعلم الوبائيات ومجموعة الحالات المصابة، وأيضا الجودة والسلامة والرعاية الصحية الأولية. تتوفر هذه المعلومات بشكل تفصيلي عن الحالات التي تستخدم في الأقسام الأخرى لاستخدام الوفيات واستخدام المرض المختلفة في المستشفيات وفي الإدارات الصحية. وهنا ممكن أن ينشأ موقف يتوقع استخدام ICD-11 يعني معين مثلا لغرض لم يتم تصميمه من أجله. في هذه الحالة يعني لو بدنا نسجل حالة مش مصممة أو مش مصنفة في التصنيف الدولي للأمراض ICD-11، في هذه الحالة قد لا يتمكن التصنيف المستخدم في ICD-11 أو ميزاته الإضافية من معالجة حالات الاستخدام الجديدة. ولكن في مثل هذه الحالات طبعا هناك التشاور مع منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة حوالين العالم، بيتم التأكد من المعلومات التي تم جمعها هل هي تناسب الإدخال الجديد أم لا. طبعا هذه لجنة بتدرس الحالات المرضية التي تسجل، وطبعا هذا أبناء الطلبة والمشاهدين بيتم بطريق لجان متخصصة تحتوي على جميع الاستشاريين في جميع التصنيفات المرضية أو التخصصات المرضية، حتى تتم دراسة هذه الحالات الوبائية والحالات المرضية، ويتم الوصول إلى كود
أو رقم يتم تصنيف هذه الحالة واعتماده وبالتالي إدخاله للبيانات المركزية في التصنيف الدولي أو البرنامج المعتمد. التصنيف هو عبارة عن مجموعة شاملة من الفئات الحصرية بشكل متبادل حتى أنه نقدر نجمع البيانات على مستوى محدد مسبقا مبرمجة مسبقا من التخصص لهذه الأغراض اللي ذكرناها. يعني يتبع نظام الجودة 17115 ISO 17115، وهذه شهادة دولية معتمدة أو تصنيف دولي معتمد من منظمة الجودة العالمية لمجموعة التصنيف الدولي للأمراض، وهي شهادة تعطى في التشخيصات الطبية أو المستويات الطبية، وبالتالي هذا التصنيف يتضمن المفاهيم التي تحتوي على علاقة لأغراض هذا التسجيل أو التحليل المنهجي المتكامل لهذه الأمراض. يعتمد التصنيف على قاعدة منطقية واحدة فقط أو ممكن أكثر من قاعدة. الغرض من التصنيف الصحي هنا يختلف عن التصنيفات الأخرى. يعني مثلا على سبيل المثال، يمكن استخدام التصنيف الدولي للأمراض في تحليل سبب الوفاة أو الوفيات أو المرضى الإصابة بالمرض أو الحد من النشاط المرضي أو تقييد المشاركة أو انتشار هذه الأمراض. تميل المفاهيم هنا إلى التردد المنخفض إلى التجميع، ولكن يمكن تصنيف المفاهيم النادرة بشكل فردي إذا لازم الأمر. يعني هنا مثلا مفاهيم التردد المنخفض للأمراض، يعني الإصابات المنخفضة، زي مثلا في كوفيد 19 في الحالة اللي احنا فيها الآن الوبائية حول اللي هو الكورونا. هناك بلدان الإصابات فيها عالية جدا وبلدان لم تصب ولم يصلها الفيروس نهائي، وهذه بدأ تسجيل وبدأ تحليل بيانات. ليش؟ ليش البلد الفلانية لم يصلها؟ فتتسجل هذه الحالات وبتنعمل لها كود، وإذا لازم الأمر بيتم تحليل بياناتها حتى نستطيع دراسة المجتمع والحالة الصحية التي يعيشها هذا المجتمع للاستفادة من المعلومات الصحية. هنا في هذا الأمر يتم دمج قواعد الترميز في التصنيف حتى نحقق الاتساق في الترميز وإمكانية المقارنة من البيانات المشفرة عبر الزمان والمكان. يعني بيصنفوا الأمراض على هيئة كودات، الكود هذا بينحط في مجلدات وكل مجلد له رمز معين يحتوي على رموز أخرى، زي مثلا ألف باء تا ثا جيم على فرض مثلا A B C D، بعدين A A A B A C A D A F مثلا، بعدين A A C A A B وهكذا. يعني أبواب مصنفة ومكودة حتى نرجع إليها على مر العصور. وبدأت هنا يعني زي سجل الميلاد أو زي سجل الوفيات أو زي سجل السكان في أي بلد في العالم في أي مكان في أي زمان. تستطيع الوصول من صاحب رقم التصنيف هذا أو رقم التسجيل هذا، زي أرقام الهويات مثلا. عشان هيك هذه عبر الزمان والمكان موجودة، وهذا التجميع أو الترميز وقواعد الترميز في هذا التصنيفات بيتم الرجوع إليها حين الحاجة والاستعانة بها، وهي مكملة للمصطلحات الطبية والمصطلحات والتصنيفات الطبية مثل اللي درسناها مع بعض في الفصل الماضي. التصنيف الدولي للأمراض في سياق مجموعة التصنيفات الدولية لمنظمة الصحة العالمية الـ WHO FIC. الـ FIC هنا اللي هو Family of International Classifications، العائلة الدولية للتصنيفات أو التشخيصات أو المجموعة الدولية للتشخيصات. تضم هنا مجموعة التصنيفات الدولية الفاميلي هاي لمنظمة الصحة العالمية التصنيفات التي أقرتها منظمة الصحة العالمية لوصف مختلف جوانب الصحة والنظام الصحي بطرق متناسقة ومتسقة. إذن هذه
الـ WHO Family هان، اللجنة هاي المسؤولة عن التصنيفات، تعمل تحت مظلة منظمة الصحة العالمية في التصنيفات، وهي القائمة على الـ ICD-10 أو 11 أو 12 الجاي، يعني بعد كم من سنة بنشوف زي ما كان في ICD-9 ICD-10 ICD-11 اليوم، بعدها ممكن يتطور ويصبح ICD-12 وهكذا. 12 اللي هي النسخة، يعني النسخة 11 أو نسخة 12. يوفر هذا الفاميلي أو هذه اللجنة لبنات اللبنة الأولى أو الحجر الأول، حجر الأساس لبناء موحد لأنظمة المعلومات الصحية. يتكون من ثلاث مجموعات عريضة، وهي التصنيفات المرجعية والتصنيفات المشتقة والتصنيفات ذات الصلة. هدول التصنيفات الأساسية للـ ICD-11. تستند التصنيفات المرجعية هاي والمشتقة إلى مكونات أساسية، وهي عبارة عن مجموعة كبيرة من المصطلحات وعلاقات هذه المصطلحات مع بعضها البعض، كما شرحت في السلايد السابق، هي أبواب ومجموعات، والتي تصف المجال المتعلق بالصحة والصحة أو المرض، المتعلق بالصحة أو الصحة، يعني هنا الكلمة مش مكررة، يعني المتعلقة بالصحة والصحة، المجال الصحي منفصل طبعا. يتم تنظيم هذه المصطلحات بشكل يعني منظم، المتعلقة بالأمراض والمشكلات المتعلقة بالصحة في التصنيف الدولي للأمراض، وهي المتعلقة بالعمل في التصنيف الدولي، أيضا المتعلقة بتدخلات اللي هي International Classification of Diseases 11، التصنيف الدولي للتدخلات الصحية for Health Intervention ICHI International Classification of Health Intervention. يمكن استخدام المصطلحات من المكون الأساسي في أكثر من تصنيف مرجع واحد، يعني الثلاث أبواب هذه اللي فوق اللي حكينا عنها، ثلاث تصنيفات، يعني التصنيفات المرجعية الريفرنس والتصنيفات المشتقة، هنا المشتقة هاي يعني اللي تنبثق عن التصنيف الأساسي والتصنيف اللي له علاقة بالأساسيات، هدول الأبواب الثلاثة لهم علاقات متداخلة مع بعض برموز وأكواد معينة، حتى نستطيع الفصل ما بين أو تجميع ما بين هذه الأبواب مع بعضها البعض وربط الصلة بينهما على المكون الأساسي اللي ممكن يكون في أكثر من تصنيف من هاي المراجع الموجودة. تعتمد هنا التصنيفات والجداول الإحصائية المشتقة اللي هي التصنيفات المشتقة الباب الثاني على المصطلحات التي قد تأتي من تصنيف واحد أو أكثر من التصنيفات المرجعية اللي هي الريفرنسز، يعني ممكن إيش تحتوي على أكثر من مصطلح ضمن العائلة تبعت التصنيفات الدولية Family of International Classification. هاي مهمة جدا. هذه التصنيفات تعتبر ذات صلة مكملة للتصنيف المرجعي والتصنيف المشتق، يعني مكملين لبعضهم البعض. التصنيفات هنا اللي لها علاقة بالمجموعة تاعت المصطلحات الخاصة بها ذات علاقة بوطيدة بهذه المجموعات، ولكن يمكن أيضا أن نشارك هاي المصطلحات كجزء من الفاميلي العام، حتى تستطيع الفاميلي العام هان أو التصنيف العام هذا أن يعني يربط هذه المصطلحات بالأبواب الأخرى. على سبيل المثال التصنيف الدولي لممارسة التمريض International Classification Network of Patients، وهو التصنيف ذو صلة في الأسرة، له علاقة بالأسرة، مدال ممارضة تمريض له علاقة بالأسر. يعتمد هنا على شروط من مكون التأسيس نفسه بنفس الطريقة اللي بيعتمد بها المرجع. التصنيف هنا المشتق على شروط أساسية من التكوين التأسيسي. هذا المرجع أيضا يعني مثال بيستخدم مصطلح خاص بالتمريض غير موجود في التكوين الأساسي،
عشان هيك ممكن انه يتم تضمينها في المستقبل، لانه طب الاسره اللي له علاقه في التمريض هذا ممارسه طبيه جديده، خدمه العائلات بشكل خاص، يعني طبيب الفاميلي، فاميلي ميديسين او طبيب العائله. فكل عائله لها خصوصيه مرضيه، وكل عائله من العائلات الناس له علاقه بالامراض. هاي التشارت تبعتها ريليشن او ريليتد كلاسيفيكيشنز، التصنيفات المرجعيه هنا، الاساسيات والشيرد ترمينولوجيز اللي هي المصطلحات التي يتم مشاركتها، وهذه هي القاعده الاساس الكبيره اللي هي الفاونديشن. بيجي الثلاثه ريفرنس تبعون اللي هو الاي سي دي بتصنيفاته 10 و11 و12 و13 في المستقبل، وبدا لما بدا من زمان يعني 9 و10 و11 وهكذا، International Classifications of Diseases. بعدين بيجي الباب الثاني او الابواب المسانده اللي هي International Classifications of Foundation of Functioning Disability and Health اللي هي الاي سي اف المختصه بالاعاقه، ظروف الاعاقه والاعاقه الحركيه، تمام، الوظيفيه عفوا، الوظيفيه والحركيه، الاعاقه الوظيفيه او الاعاقه الحركيه. هان في لها تصنيفات خاصه فيها تشترك مع الاي سي دي اللي احنا بندرسه الان. والتصنيف الثالث International Classification of Health Interventions اللي هو الاي سي اتش اي، هنا يسمى اي سي اف، هنا اسمه اي سي اتش اي اللي هو مين، International Classification of Health Interventions اللي هو مين، التصنيف الدولي للتدخلات الصحية. التدخلات الصحية كلهم بيجتمعوا هدول التلاتة في الـ ICD reference كامل للـ WHO، وبيعطينا ايش؟ Derived Statistical Classifications and Tabulations، بيعطينا ايش؟ مصادر، يلا معي، مصادر Statistical Classifications، ايش يعني؟ تصنيفات إحصائية تعتمد على التبويب، وأبواب مصنفة وإحصائيات مصنفة، وهذا الريزلت تبع دراستنا للفصل هذا. الغرض من الـ International Classification هنا الـ Family أو الـ ICF الـ FIC هو إنه المساعدة في تطوير النظم الإحصائية التي نثق بها في المجال الصحي على المستوى المحلي والوطني والدولي، بهدف انه نحسن الحالة الصحية والرعاية الصحية فيها في بلدنا او في كل البلدان. التصنيف هي ملك لمنظمة الصحة العالمية او مجموعات اخرى مثل اللجنة هاي مثلا، او مركز الامراض والاوبئة التابع لامريكا اللي هو CDC مشهور هان اللي هو القائم الان على موضوع فيروس كورونا مع WHO. قد تتطلب المعلومات المتعلقة بالصحة في بعض البلدان أو بعض الأحيان تفاصيل إضافية لتلك الواردة في التصنيف الدولي للأمراض. ممكن أن يكون لسه في تفسير لبعض المصطلحات في التصنيف الدولي عندنا، أي مصطلح لسه بده مثلا تفسير، يعني مثلا متغطي هنا مجموعة أو عائلة فاميلي تصنيف أو باب أو مجلد تصنيفات ذات صلة بالصحة، هذه الاحتياجات مثلا عن طريق تصنيف المجال المختلف عن هذه الخاصة بالتصنيف وتقديم مزيد من التفاصيل، زي مثلا حالات السرطان. السرطان عدة أنواع، يعني لما نروح نفتح التصنيف الدولي للأمراض على باب السرطان كانسر هنلاقي كذا نوع من الكانسر. طيب كل نوع من الكانسر له أبواب خاصة فيه، يعني مثلا نمسك نوع معين من الكانسر، مثلا كانسر الدم عافانا الله وإياكم، سرطان الدم مثلا، سرطان الدم برضو أنواع من جوا، وهكذا. فكل تصنيف له أفرع، وكل فرع له أفرع أخرى، وكل أفرع أخرى لها تصنيفات أخرى لتحتها، ومكتوب فيها كليات اللي يتعلق بأبواب السرطان، وفي الآخر تتجمع عند رأس الهرم وهو باب السرطان الكامل في هذا التصنيف الدولي. هنشوف إن شاء الله مع بعض لما بس نتقدم شوية في المحاضرات هنرجع له. هذا الفاميلي او هذا الشكل اللي احنا شفناه بيحدد
هنا المجموعة من منتجات التصنيف المتكاملة التي تشترك في مميزات متشابهة ويمكن استخدامها بشكل فردي، أو ممكن نستخدمها بشكل مشترك أو متشارك مع توفير المعلومات حول جوانب مختلفة من أنظمة الرعاية الصحية والصحة، أنظمة الرعاية الصحية والنظام الصحي في العالم، يعني الرعاية الصحية الأولية مثلا والصحة بشكل عام. هذه الأنظمة متشابكة ومتشابهة وتشترك مع بعضها البعض. على سبيل المثال، يستخدم التصنيف الدولي للأمراض كتصنيف مرجعي بشكل أساسي حتى يسجل الوفيات والمرضى، ولكن يتم تصنيف الأداء الوظيفي مثلا في باب التصنيف الدولي للوظائف والإعاقة اللي هو الثاني اللي احنا حكينا عنه الـ ICF، والتدخلات أيضا الصحية اللي هي الـ Interventions اللي حكينا عنها في التصنيف الدولي للتدخلات الصحية ICHI، كلها تستخدم مع بعضها البعض بشكل مرجعي أساسي. الثلاث أبواب هدول، ثلاث مجموعات، ثلاث أهرامات مع بعض، وكل تصنيف يتشارك مع الآخر. بشكل عام هذه الفاميليا تهدف إلى توفير الإطار المفاهيمي لأبعاد المعلومات المتعلقة بالصحة وإدارة الصحة، وبهذه الطريقة فإنه يتوفر هنا لدينا إيش بيصدر لغة مشتركة انترناشونال دولية تعمل على تحسين الاتصال ما بين الدول ومنظمات الصحة حوالين العالم ووزارات الصحة حوالين العالم والخدمات الصحية حوالين العالم، وتسمح بإجراء المقارنة ما بين هذه البيانات داخل البلدان نفسها وعبر البلدان من بلد إلى آخر، وكذلك أيضا في داخل تخصصات الرعاية الصحية وعلاقتها بالخدمات والوقت اللي حصل فيه الإصابة أو حصلت فيها المرضى. هنا تسعى منظمة الصحة العالمية وشبكة الانترناشنال كلاسيفيكيشن هنا بما في ذلك المراكز التي تتعاون مع منظمات الصحة العالمية حوالين العالم والمنظمات غير الحكومية اللي هي الـ NGOs في البلدان زي الجمعيات الخيرية والجمعيات الصحية والجمعيات التي تدعم البرامج والمشاريع الصحية، وأيضا الخبراء الذين يتم اختيارهم للمشاركة في هذه اللجنة إلى بناء العائلة الكاملة للتصنيفات القائمة هنا على مبادئ علمية وتصنيفات سليمة زي ما حكينا قبل 3 سلايدات، مش أي حدا يتم اختياره، وحتى نضمن أنها مناسبة ثقافيا لثقافة البلد المحلي حتى يتم إدراج المسميات بمسماها الصح زي ما حكينا في اللغة الإنجليزية الطبية، أنه كل مصطلح يجب أن يتناسب مع الثقافة المحلية حتى يتم التشخيص بالشكل الصحيح وقابل للتطبيق بالشكل الدولي وتلبية المتطلبات التي يحتاجها المستخدمين من خلال التركيز على الجوانب المتعددة لمتعددة الأبعاد للصحة من تطوير وتنمية مستدامة بإذن الله. شكرا لمتابعتكم على هذه المحاضرات. ما تنسوا الاشتراك بقناتي اليوتيوب دكتور عطا محمد القيسي. تحية لكم وإلى اللقاء في شرح آخر إن شاء الله.